حياة لحضراتكم مشاهدين الكرام في هذا الحوار الجديد. هذا الحوار يدور حول موضوع ربما يكون مختلف. السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب للإدارة الأمريكية بوقف المساعدات الأمريكية التي تقدمها الإدارة الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية. السبب لأنه بموجب قانون أمريكي جديد خاص بمكافحة الإرهاب يعرف باسم قانون آتيكا. هذا القانون دخل حيز التنفيذ بالفعل. أي دولة تتلقى دعم من الولايات المتحدة الأمريكية لأجهزة الأمن الخاصة بها سوف تكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية. ارتأت السلطة الفلسطينية أن هذا القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يعرض الكثير من المواطنين الفلسطينيين للمحاكمات الأمريكية، بالطبع لأن هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. إذن المزيد من التفاصيل في سياق هذا الحوار الذي أرحب فيه مع حضراتكم بضيفي الدكتور أيمن الرقبة، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي بحركة فتح. دكتور منورني، أهلا وسهلا. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير ابقوا معنا مشاهدينا. أثار إقرار الكونغرس الأمريكي قانونا جديدا يسمح بتخفيض المساعدات المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية جدلا واسعا في الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء. أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال إن وقف المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية توقفت بناء على طلب الفلسطينيين، وذلك تجنبا لتعرضهم لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب. القانون أثار قلق الاحتلال الإسرائيلي الذي يرى فيه خطورة كبيرة على قدرة الأمن الفلسطيني في أداء دوره في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دولة الاحتلال طلبت من الولايات المتحدة العمل على تعديل القانون الذي قد يؤثر على حالة الاستقرار الأمني في الأراضي المحتلة. تبلغ المساعدات السنوية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية 35 مليون دولار، وتهدف إلى دعم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة التي تتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. وينص القانون الذي أقره الكونغرس العام الماضي على أن أي حكومة تتلقى تمويلا ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية، ما سيجعل السلطة الفلسطينية تواجه احتمال رفع قضايا عليها. كانت السلطة الفلسطينية طلبت إنهاء التمويل آخر يناير الماضي خشية تعرضها لدعاوى قضائية بموجب القانون الأمريكي الجديد لمكافحة الإرهاب الذي يعرف اختصارا باسم أتكا، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير الجاري. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي الدكتور أيمن الرقبة، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي بحركة فتح. دكتور منورني، أهلا وسهلا. يعني التفاصيل المتعلقة بالقانون الجديد آتيكا، يعني كما أشار في تقريركم هناك أقر في شهر تشرين العام الماضي، تشرين الثاني يعني أكتوبر، قانون في الكونغرس الأمريكي، خاصة اليوم تعرف هناك سيطرة للديمقراطيين، وهذا القانون أقر بأن وأطلق عليه أو أنتي تيرورست أكت المختصر أتيكا، أن كل المنظمات والدول التي تصلها مساعدات من الإدارة الأمريكية تصبح من اختصاص المحاكم الأمريكية في محاكمتهم. هاي في موضوع مكافحة الإرهاب تصبح السلطة في هذا الحال تحاكم. هناك في قضية يثيرت خلال سنوات طوال ضد السلطة مباشرة أو ضد شخصيات فلسطينية، ولكن المحاكم الأمريكية كانت ترد بأن هذا الأمر مش باختصاصات. والآن القانون يصبح هذا الأمر من اختصاصات. الآن في أمر كما تحدث عنه أخي الكريم، أن هناك كثير من الإسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية، بالتالي ستوضع الشخصيات كثيرة في السلطة أو السلطة مباشرة تحت طائلة القانون الأمريكي. نحن نعاني من القانون الإسرائيلي يجيز لبعض المحاكم الإسرائيلية بأن تخصم من أموال المقاصة الفلسطينية اللي بتحصلها الإسرائيل أو أموال الضرائب الفلسطينية لعائلات طبعا قتلى إسرائيليين نتيجة تنفيذ عمليات فدائية. بالتالي هذا الأمر عندما يذهب إلى الإدارة الأمريكية بتتحدث عن صراع يطول يعني أكثر من 60-70 عاما، به قتل أمريكيين من في عمليات نفذت في الستينات والسبعينات. صحيح. قد يطال هذا الأمر، وبالتالي ستدفع السلطة، وللأسف أنه أنت ستذهب باتجاه منظمة التحرير الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية، هناك عنوان، وبالتالي قد تدفع مليارات وهذا ليس لها مقدر عليه، وبالتالي كان لابد من الهروب من هذا بخطوات إلى الأمام بأن نطلب نحن أن توقف هذه الأموال.
ليعلم المشاهدين أن حجم الأموال التي كانت تدفع حتى في الفترة الأخيرة للسلطة بناء على قرارات منذ أن جاء ترامب تقليص وصلت يعني إلى 200 مليون دولار. هذا الأمر أوقف قبل عدة أشهر بشكل أساسي، بقى فقط 60 مليون دولار، جزء كبير منها يذهب، هذه تذهب إلى موازنة السلطة، جزء كبير من هذه الأموال تذهب إلى لدعم وتطوير الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهي كما يثار الآن هو الحفاظ على شكل التنسيق الأمني بين الوحدة أو ثلاث أجهزة الموجودة، إن كانت الاستخبارات الأمريكية CIA أو الشين بيت أو الأجهزة الأمنية العسكرية والأجهزة الأمنية الفلسطينية. هذا الأمر اللي سيكون حديث كيف شكلت هذه الغرفة، ولكن هذا الأمر بشكل أو بآخر هو الذي تخشى منه الإدارة الأمريكية وأيضا الإدارة أو إدارة الاحتلال في أن يفضي هذا وقف هذه الأموال إلى وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله. وبالتالي دكتور أيمن الحقيقة يعني قبل ما نوصل لعملية وقف التنسيق الأمني، أنا بس عايز أفهم مع حضرتكم مع السادة المشاهدين، أنتوا تقدمتوا بطلب للإدارة الأمريكية قلت لهم مش عايزين المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينيين، لأن هذا الأمر سوف يعرض الكثير من الفلسطينيين للمحاكمات الأمريكية، إزاي؟ يعني التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر أو الإجراءات اللي بتتم أو المزمع أن تتم مع القانون الجديد. بالضبط، إحنا كما أشرنا أنه القانون أقر في أكتوبر من العام الماضي، وقع عليه ترامب في شهر ديسمبر، أصبح دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير بالتالي 2019. نحن تقدمنا في شهر يناير، تقدمنا بطلب بوقف المساعدات، لأنه بعد أن تم قراءة هذا القانون وتم قراءة هل ممكن تجاوز السلطة من الناحية القانونية من ناحية أم لا، وكل الإجراءات أثبت أنه لا، أنه القانون شامل حتى هذه اللحظة. هناك محاولات الآن ولكن سنتحدث عنها لاحقا، ولكن حتى هذه اللحظة القانون سيشمل كل المنظمات والدول، وبالتالي سنصبح نحن في دائرة الاستهداف. تم تقديم الطلب عبر رئيس الوزراء رامي الحمد الله بأنه نحن نطالب بوقف التنسيق، بوقف كل الدعم المالي الأمريكي لأجهزة الأمن الفلسطيني. لكل السلطة. لكل السلطة، واللي كان جزء منها 34 مليون لأجهزة السلطة وقرابة 26 مليون تذهب في مناحي أخرى، ولكن المبلغ هو آخر مبلغ يدفع للسلطة. في مراحل المساعدات الأمريكية كانت تصل أدناها وصلت في عهد ترامب إلى 200 مليون، وصلت في ذروتها إلى 1.2 مليار في عهد أوباما. بالتالي في مراحل كانت هذه المساعدات تذهب وتروح. بالتالي نحن ذهبنا إلى أن نوقف هذا حتى لا نتعرض للمحاكمة. الآن بشكل طبيعي لو وافقنا على ذلك أو وافقنا على استلام هذه الأموال بشكل طبيعي وإن لم يتغير هذا القانون، فإننا من حق أي مواطن يحمل الجنسية الأمريكية أن يطالب بمقاضاة السلطة أو منظمة التحرير الفلسطيني في المحاكم الأمريكية صاحبة الاختصاص، وبالتالي قد ندفع إلى المطالب بتعويض بمليارات الدولارات. هذا هو القضية الأساسية. طب في أدلة دامغة في القانون أو تداعيات لهذا القانون من خلالها بيحق للمدعي العام الأمريكية أو المحاكمات الأمريكية أن تحاكم الأشخاص أو الدول؟ يعني بالسابق لم يكن لكن بعد وفقا لهذا القانون الجديد فانه يحق بتفاصيله، ومن قرأ روزنامة هذا القانون فانك ستدرك بشكل طبيعي ان المستهدفين افراد ومؤسسات، يعني انت بتتحدث عن شخصيات اعتبارية وشخصيات معنوية، بالتالي انت قد تدفع كسلطة، انت مش طرف في عملية صحيح. حدثت في الستينات مثلا صحيح. ستدفع انك تدفع انت التعويضات، وهي هي المشكلة الأساسية، لانه وسيقاضي رأس السلطة الفلسطينية او يتهم كل الفلسطينيين في هذه القضية، وهذا تدفع باتجاه كشخص او اعتباري، وقد تدفع باتجاه تعويضات في هذه الحالة. انا اعتقد والمحاكمات طبعا فيها تعويضات وفيها وما الى ذلك مليارات، يعني مش خاصة في النظام الامريكي، خاصة ما يكون شخصيات قتلت، وقد ياتي في مثلا ممكن ياتينا في شخص فلسطيني كان في داعش مثلا ونفذ احدى العمليات ضد الامريكان في العراق ستدور الدائرة ويرجع لك. فبالتالي هي المشكلة الاساسية، انه مش عايزين 60 مليون بتوعكم، ولا نذهب في اتجاه مأساة قد ندفع ثمنها كبير جدا. أعتقد أنه الخطوة درست بشكل سريع وأخذ قرار بشكل عقلاني في هذا الأمر، أنه لا نريد هذه الأموال. أخي الكريم، نحن كل الأموال اللي بنستلمها من الخارج من الإدارة الأمريكية عبر 24 سنة أقرت لم تتجاوز 8 مليار، يعني الإدارة الأمريكية بتاخذها من إسرائيل في سنة، يعني إسرائيل المساعدات بتاخذها من أمريكا في سنة، بتاخذها احنا اخذناها في 24 سنة 8 مليار تقريبا 8 مليار تقريبا. وبالتالي هذا المبلغ يعني ليس مبلغ ضخما، اللي من ضمنه طبعا هذا بس موازنة السلطة، في أموال أخرى اللي هي كانت تدفع لوكالة غابة وتشغيل اللاجئين واللي تم إيقافها واللي وصلت في ذروتها 460 مليون دولار،
بالتالي يعني بنتحدث عن مبالغ بمجملها ليست هذا المبلغ الضخم، ولكن اللي اليوم حتى اليوم اللي كان بنتحدث عن المنسق الأمريكي إيريك اللي في الأراضي الفلسطينية أو وكالة الاستخبارات الأمريكية، اللي أعتقد أن الأمر أصبح يزعجها يعني في خلال اليومين الماضيين هناك حراك بين حكومة الاحتلال والسفير الأمريكي فريدمان وايضا مع الاستخبارات الامريكيه الاسيا كيف. طيب انا بس قبل ما نروح للنقطه دي انا معلش عفوا للمقاطعه، انا بس عايز اخد التفاصيل واروح للنقطه الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها. القانون ده الاداره الامريكيه اصدرته لكل الدول، اي حكومه بتتلقى دعم من اي دوله او اشخاص، دول ومنظمات واشخاص بتتلقى دعم من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فإنها خاضعة للقوانين الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. أنتوا قدمتوا طلب الإدارة الأمريكية وافقت عليه مع إقرار هذا القانون. تداعيات هذا الأمر على الجانب السياسي فيما يتعلق بالتنسيق الأمني الفلسطيني أو التنسيق الأمني الأمريكي. أولا على الصعيد السياسي نعتقد أنه العلاقة بيننا الرسمية بين الإدارة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية قطعت بشكل كامل، خاصة بعد أن أعلن ترامب في ديسمبر من عام 2017 أن القدس عاصمة المحتلين، ثم نقل سفارته في مايو من تل أبيب إلى القدس، ثم نتبع ذلك من طرد السفير الفلسطيني وإقفال مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ونيويورك، وبدأت هذه الأزمة اللي جميعنا تابعنا أزماتها، وبناء عليه هناك موقف فلسطيني واضح، نحن لن نعود إلى أي مفاوضات بإشراف الإدارة الأمريكية إلا أن تتخلى أو تتراجع عن خطوات التي اتخذتها ضدنا من ضمنها ونقل السفارة واعتبار القدس عاصمة المحتلين. في أمر غاية أيضا مهم جدا أن الإدارة الأمريكية اتخذت خطوات في وقف كل المساعدات اللي كانت تقدم عبر اليو اس ايد، وهي مؤسسات مساعدات أمريكية كانت تقدم بشكل أو بآخر للمجتمع الفلسطيني بشكل غير رسمي. بشكل غير رسمي يعني هناك المساعدات تذهب إلى ثلاث أنواع للسلطة الفلسطينية، جزء يذهب إلى الموازنة، جزء يذهب الأكبر إلى المساعدات اللي تقودها مؤسسات أمريكية، وهي كانت خطورة أصلا أمنية في داخل المجتمع، ولكن أنت في مقابل مساعدات لم تكن تصطدم في الإدارة الأمريكية اللي كانت من وجهة نظرها عملية زرع عملية التعايش والأخير. هو بتعرف اليوم الإدارة الأمريكية لا تذهب في النظام الأمني الجديد إلى التجنيد، لكن تذهب إلى الإقناع في النموذج الأمريكي بشكل أو بآخر أو الثقافة الأمريكية. والأمر الثالث اللي كان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، إحنا الثلاث أنواع المساعدات أوقفت بشكل كامل ولكن بشكل متدرج. إدارة ترامب قررت أن توقف هذه المساعدات بشكل متدرج ضد الشعب الفلسطيني، آخرها كان مثلا وقف آخر شيء كان في مبلغ 10 مليون تدفع لمشاريع شبابية فلسطينية في غزة والضفة الغربية، أوقفت بشكل كامل الشهر الماضي هذا الإدارة الأمريكية بدون أن نتقدم نحن بطلب. قبلها بفترة قرابة 15 مليون دولار من 10 إلى 15 مليون دولار تذهب إلى مستشفيات القدس أوقفت. قبلها أوقفت الأموال التي كانت تدفعها 460 مليون دولار اللي كانت تدفعها لوكالة غوة وتشغيل اللاجئين. جمال المبالغ اللي كانت تدفع بشكل عام 600 مليار دولار أوقفت بشكل كامل، لكن بشكل متدرج منذ أن جاءت إدارة ترامب. وترامب كان يقول بشكل واضح لماذا ندفع أموال لشعوب ومن ضمنه الشعب الفلسطيني ولا نؤثر عليه، بل بالعكس يتعامل معنا نحن عدو ويشتمنا، وبالتالي لماذا نحول هذه الأموال عليه؟ هو راجع سياسة مثلا زي ما أنشأت قناة الحرة كان لها هدف مثلا، هل نجحت في تحقيق ذلك أم لا؟ هذا بقيمه اللي هو المشرفين على ذلك أو صناع الديمقراطية كما يدعون في أمريكا، هم قيموا الأموال التي تدفع للفلسطينيين، هل استفدنا من ذلك؟ هل تغير الرأي العام الفلسطيني وأصبحت إسرائيل أمريكا عفوا بالنسبة لهم صديق؟ لا، حتى هذه اللحظة تصنف لذا أصغر طفل فلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية عدو رغم 8 مليار اللي دفعتهم، أنها كانت بحجم الموازنة أنت تعطيني، وكما بتحاول بعض الدول مثلا اليوم أنه بتعتقد بالمال قد تنتزع قناعاتنا تشتري الموقف. بالعكس أنا أنت عندما تقدم لي مساعدة أنت مشكور، ولكن لا تطلب مني موقفا أو قرارا مقابل مساعدتك. تمام. وهذا ما حدث بشكل واضح مع الموقف القطري، لكن الآن الإدارة الأمريكية بتجربتها أعادت تقييم هذا الأمر وأدركت أن هذه الأموال يجب أن توقف كمساعدات تدفع للفلسطينيين، وهذا القرار اتخذ وكان موقف السلطة الفلسطينية بشكل واضح، وهذا يسجل لها في قضية تسجل عليه، ولكن يسجل لها أنها كانت في هذا الأمر بشكل واضح وقوي، نحن لا نريد أموالكم التي تنتزع قرارنا وبناقص ال 600 مليون أو أكثر أو أقل اللي بتدفعوهن لنا. وفي يعني بس اللي يعلم سادة المشاهدين أن حجم ميزانية السلطة قرابة 4 مليار و 400 مليون دولار سنويا، هذه الأموال 85% أو 86% هي من إيرادات داخلية،
بين المقاصة الفلسطينية، بين إيرادات الدولة من الضرائب إلى آخره. بالتالي ما يبقى هو فقط 14% وتقوم بدفعه المساعدات التي تأتي من الخارج. في خلال 24 عاما أخي العزيز اللي أنشأت السلطة حتى الآن 24 أو ندخل في بداية 25 عاما، حجم المساعدات اللي أدخلت للسلطة فقط 37 مليار دولار، يعني ليس أيضا مبلغ يبني دول أو مؤسسات. وهذه السلطة عندما أنشأت في عام 93 عندما تم توقيع اتفاق أوسلو، وبعد ذلك في عام 94 تم الاتفاق على إنشاء السلطة، اجتمعت دول المانحة واتفقت على أن تدعم بناء هذه السلطة بمبلغ أكبر من ذلك. كان المبلغ يجب أن يصل خلال أقل من 20 عاما، المبلغ يصل كان أكثر من 100 مليار دولار. نتحدث عن 37 مليار في يعني تراجع كبير جدا فيما التزمت به هذه الدول في إنشاء كيان فلسطيني يؤمن بالسلام ويؤمن بالتعايش. ونحن حتى هذه اللحظة يعني نحن لن يأتي رئيس بحجم أبو مازن وبرؤية أبو مازن أنه يقبل بأن يكون هناك دولة حدود رب الحزيران عام 67 مع تبادل الأراضي مع هذه المقاومة السلبية. وأبو مازن يتحدث بشكل أنا لا أؤمن بالكفاح المسلح وأؤمن بالسلام. وبالتالي ماذا قدم بعد اليوم أكثر من 12 عاما لرئاسة أبو مازن للسلطة؟ ماذا قدم الاحتلال؟ ولا شيء، بالعكس حاربوه والإدارة الأمريكية حاربته. وهم بيعتقدوا أنه سيأتي شخصية براغماتية أو برؤيته، بس لن تأتي. أنا أقول لك في سنوات الصراع القادمة لن يأتي شخصية كشخصية أبو مازن تقدم كل هذه الأمر من التنازلات. ويتحدث عن التنسيق الأمني بالنسبة لنا مقدس ويجب أن الحفاظ عليه، ونحن بغنى عن الاشتباك مع الاحتلال، ونحن نؤمن بضرورة أن نبني مؤسسات بدون اشتباك مع الاحتلال وبدون مقاومة مسلحة. هذا الأمر ماذا أعطوا أبو مازن بعد ذلك؟ الإدارة الأمريكية تنكرت لذلك وأقرت بكل ما أقرته لاحقا من إجراءات ضد السلطة خاصة إدارة ترامب، وحتى إدارة أوباما اللي كانت بتحبينا شوية على الفعل على الأرض لم تنفذ شيء. يعني حتى قرار 23-34 إدانة الاستيطان مرر في آخر أيامها، يعني في شهر ديسمبر، وهي تحزم حقائبها بعد أن خسرت الانتخابات. صحيح. بالتالي حتى قرار موقف داعم لنا لا يذكر. تذكر في 2009 في عندما جاء هنا أوباما وتحدث السلام عليكم وقال سنرى خلال عام سيكون هناك دولة فلسطينية. اليوم في عام 2019 بعد 10 سنوات لم نشهد الدولة الفلسطينية. بالتالي هذه الإدارة الأمريكية لم تبيع العالم العربي بشكل عام إلى الوهم، لم تبيع رئيس السلطة أبو مازن إلى الوهم اللي هو يؤمن بضرورة أن يكون هناك اتفاق مع الأمريكان. الأمريكان أعتقد أنه أقفلوا كل الأبواب في اتجاه العلاقة معهم. وبالتالي أعتقد الآن نستطيع أن ننتقل لموضوع تأثير هذه الأموال. طيب هتسمح لي بس قبل ما ننتقل لتأثير هذه أنا معي مداخلة وهرجع أكمل مع سيادتك لأنها بتثري الحوار في نفس الاتجاه. بينضم إلينا مشاهدينا الكرام سيد ماك شرقاوي محلل سياسي من نيويورك. سيد ماك تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك وأهلا بضيفك الكريم ومستمعينك الكرام. أشكرك جدا سيد ماك. الحوار يدور حول قانون آتيكا الأمريكي الجديد الذي يسمح للإدارة الأمريكية بأن تحاكم بعض الأشخاص أو المؤسسات وربما الدول. أي حكومة تتلقى دعم من الإدارة الأمريكية لأجهزة الأمن الخاصة بها فأنها سوف تكون خاضعة للإدارة الأمريكية أو قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية. يعني تأثير هذا القرار ورؤيتك ليه؟ والله أنا شايف بالتأكيد أنه هو قرار جريء وهو يعتبر الصفعة الثانية من السلطة الفلسطينية على إدارة الرئيس ترامب. الصفعة الأولى كانت بقطع العلاقات من جانب واحد من السلطة الفلسطينية بعدما اتخذ الرئيس ترامب قراره بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. فأعتقد أن الصفعة الثانية كانت هي نحن لا نريد أموالكم وفقا للقانون الذي أقره الكونغرس، أن الدول التي والحكومات التي تتلقى معونات من الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تكون هناك إجراءات قضائية ضد هذه الدول إذا ما كان هناك إجراءات من إجراءات العنف أو كما يقولوا أنها عنف وإنما هو مقاومة شرعية من مقاومين على الأرض يقاوموا احتلال. كانت بطلب من السلطة الفلسطينية أوقفوا مساعدات لا نريد مساعدتي. وأعتقد أن هناك ضغوط كبيرة جدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الكيان المحتل الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يثني السلطة عن هذا الأمر، لأن بالتأكيد التنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية وما بين الكيان المحتل يأتي بالتأكيد في مصلحة الكيان المحتل. فالآن بنيامين نتنياهو
يعني يضغط على الإدارة الأمريكية بأن يكون هناك حل لهذه الأزمة حتى يرجع مرة أخرى التنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية وبين الكيان المحتل الإسرائيلي. ولكن بالتأكيد هي صفعة، وأعتقد أنها قد أتت أكلها مع الإدارة الأمريكية من ضمن الصفعات التي يعني يكيلها السلطة الفلسطينية إلى إدارة الرئيس ترامب. ولكن سيد ماك، يعني حقيقة الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس ترامب المسؤولية يعني مارس كل الضغوط على الإدارة الفلسطينية في كل الاتجاهات، وقف المساعدات سواء الرسمية أو غير الرسمية وفي كل الأطر. يعني في تقديرك أنت مع تداعيات الأحداث، سو إلى أي مدى تؤثر هذه القرارات الأمريكية على الواقع الفلسطيني؟ يعني مارس كل الضغوط ومع ذلك الموقف الفلسطيني لم يتغير، ماذا بعد؟ أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يتخذ أسلوب جديد في الدبلوماسية والسياسة الدولية. هو قرر أن لقد اختلفتم 70 عاما ما بين العرب وبين إسرائيل على حل القضية الفلسطينية بسبب موضوع القدس، فلننزع ملف القدس من على طاولة المفاوضات لكي تصلوا إلى حل. أعتقد أنه يعني إجراء غريب ولم تعتاد عليه يعني المحللين السياسيين والمتعاملين في السياسة الدولية أن تنزع الملف حتى يستطيع النصر لحل. بالتأكيد لن يكون هناك حل، وهناك رغبة من الإدارة الأمريكية إلى سحب ملف تلو الآخر، ملف اللاجئين. فعندما قال الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تغلق الأنروا في الأراضي المحتلة، لأن الأنروا هي أكبر موثق للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويصل عددهم تقريبا إلى قرابة 5 ملايين. لكن إسرائيل العدو المحتل يقول لا، أن عدد اللاجئين فقط هم 40,000 فقط، وأن اللاجئ هو الذي كان خرج من أرضه وليس أبنائه وأحفاده. فأعتقد أن تفعل الكثير الولايات المتحدة الأمريكية لتعضد من دور العدو المحتل في المنطقة، ولكن أعتقد أن هذا الأمر يزيد من صلابة الأبطال في الأراضي المحتلة، وتجد الانتفاضة تحدث كل يوم جمعة، وتجد هؤلاء الشجعان من الشعب الفلسطيني يخرجوا ويضيقوا الاحتلال يعني مرار المقاومة. فأعتقد أن هذا لن يثني يعني السلطة الفلسطينية، وأعتقد أن هذه يعني بالنسبة لما يصرف في السلطة الفلسطينية تقريبا يعني ميزانية السلطة تقريبا من 5-6 مليار دولار، ف35 مليون دولار للمساعدات الأمنية بالتأكيد هي لا تقدر بحجم كبير من ضمن ما تنفقه السلطة الفلسطينية على مدار العام. وأعتقد أن سوف تكون هناك يعني رد فعل لهذه الضغوط، خاصة أن زي ما ذكرت لحضرتك العدو الإسرائيلي ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو يضغط الآن على الإدارة الأمريكية أن يعني أن تعيد النظر في هذا القانون أو تعيد النظر في بهذا التصرف مع السلطة الفلسطينية. وأعتقد أنها تؤتي أكلها هذا يعني الموقف الصلب من السلطة الفلسطينية. هو فعلا يحترم ونشكر الإدارة في السلطة الفلسطينية والسيد الرئيس محمود عباس وحكومته عن هذا الموقف المشرف الذي نحترمه ونجله ونقف تقديرا له. أشكرك جدا السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا. برجع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لضيفي الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني. دكتور، يعني هل من تعقيب على هذا الكلام أولا قبل ما ننتقل على بالتأكيد الأستاذ ماك شرقاوي له احترام، ولكن هو تحدث أنه نحن اللي وجهنا صفقة للإدارة الأمريكية، وهذا الأمر حتى لأنه لا يعني لا نكبر حجرنا. نحن هربنا من ويلات قانون أتيكا، ولكن نحن لم نوجه ضربه، احنا لو وافقنا واستمرنا ناخذ المساعدات لدفعنا مقابلها مليارات، يعني هذا يعني لوضع النقاط على الحروف في هذا الامر. ثم عدد اللاجئين الفلسطينيين قرابه 9 مليون، هو تحدث عن 5 مليون، نحن 9 مليون فلسطيني مشتتين في اصقاع الارض، لاجئين غير الفلسطينيين الموجودين في الاراضي الفلسطينيه. بغض النظر عن ذلك، انا اعتقد انه نحن بالتاكيد نقدر إجراء السلطة في أنها أدركت هذا الأمر، لأنه كان سيدفع ثمن ليست فقط السلطة، أيضا شخصيات اعتبارية فلسطينية ومؤسسات فلسطينية، ولكن الخطوة مهمة جدا. ولكن أنا أعتقد أنه مطلوب أن يتبع هذا الأمر، ليس كما تحدث بالأمس الدكتور صابر عرقات بأننا لا نسعى
الآن إلى أن توجد قنوات أخرى لتوفير هذا المبلغ، ولكن بعيدا عن الشكل الرسمي للإدارة الأمريكية، ولن يوقف التنسيق الأمني. أنا أعتقد أنه طالما نحن قبلنا أنه من رجع الفلوس اللي هم مش عايزينها علينا أن نوقف التنسيق الأمني. أخي الكريم، منذ عام 2015 هناك قرارات من المؤسسات العليا الفلسطينية، مجلس وطني فلسطين، مجلس مركزي فلسطيني، مجلس ثوري لحركة فتح، حركة فتح اللي هي الحزب الحاكم في السلطان، بوقف التنسيق الأمني. ولكن هذا التنسيق الأمني لا يوقف، لأنه جزء من فلسفة السلطة أنه نحن مستفيدين منه. أنا حتى تلاحظ أنا سياسي لا أرى ما هو نستفيد منه، شخصيات مستفيدة منه، شخصيات 100 شخصية مستفيدة في حرية الحركة والكلب والبزنس والأخير، لكن الشعب الفلسطيني حتى تلاحظ غير مستفيد. طب أنا اليوم بعد كل هالموقف، بعد 12 عاما من تجربة الرئيس أبو مازن أنه لا يؤمن بالكفاح المسلح، وانه متمسك في انه يصنع سلام مع الادارات الاسرائيليه المتتاليه، كانت يسار او يمين، ومع الاداره الامريكيه. طب يا اخي، كل ذلك تعطيك عرض الحال، صحيح انه العالم العربي مكفي على ذاته، الحاله العربيه مش الحاله العربيه قبل 20 سنه، ولا الحاله الدوليه مش حاله الحاله الدوليه. تمام. شفنا فنزويلا ما يحدث بها على سبيل المثال، ونرى ما يحدث في المنطقه العربيه. ولكن تمام. انا اعتقد انه الثوره لا تعرف المستحيل، والثوره بالتاريخ يعني ما بتغير حالها. صحيح نحن نعاني من انقسام فلسطين، فلسطين قسم ظهرنا، واعتقد انه هو ما يزيد الهم على الحاله الفلسطينيه. ولكن انا ادرك انه القيادات الفلسطينيه الموجوده حاليا تستطيع ان تغير هذا المعادله. مثلا قبل ان يعني نتحدث في تفاصيل الازمه الماليه، تمام. لو ذهب قرر رئيس ابو مازن، هو رئيس الشعب الفلسطيني وهو راس الشرعيه الفلسطينيه، قرر ان يذهب الى قطاع غزه ويعلن من قطاع غزه انه قد انهى كل الانقسام، وقال له قياده حماس تعالوا، وفي عندنا مشاكل فتح ايضا في انقسام فتح، لملم البيت الفتحاوي. انا اعتقد انه يستطيع ان يغير هذه المعادله، ولكن في ظل عدم مقدرتنا على ذلك سنبقى نلهث خلف. اليوم في دعوه في موسكو لمصالحه، انا اعتقد مش هينجح، وبالتالي لن ننجز شيء. لكن لنعود للب الحلقه اليوم. علينا ايضا ان نوضح انه صحيح المساعدات اقرت في 1994 بعد أن أنشأت الكيان الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية بناء على اتفاق أوسلو، وبدأت إقرار دول بتمويل هذا الأمر. لكن حدث متغير مهم جدا في عام 2007. كما تعلم، في عام 2007، في حزيران عام 2007، سقطت غزة في يد حماس في انقلاب عسكري دموي، وأصبح القوات الفلسطينية في غزة إما استشهدت أو جلست في بيوتها أو تعرضت للاعتقال. في الضفة الغربية الأمر اختلف. عقد في 29 نوفمبر من عام 2007 مؤتمر أنابوليس بدعوة من وزيرة الخارجية الأمريكية رايس حينو، وتم خلال هذا المؤتمر الاتفاق على مقاومة الإرهاب، وتم الاتفاق على بناء قوة فلسطينية جديدة بعقيدة فلسطينية جديدة، وهذا اللي نتج عنه اليوم حالتنا الفلسطينية المتحدة. عام 2007 ألقت أو نتجت أو أبرزت نتائج الأولى بعد 3 سنوات، يعني بعد في 2007 بدأ دايتون، لليوم بدأ له أرك، منسق أمريكي يأتي للأرض الفلسطينية يجري عملية بناء هذه العقيدة للجيش للأجهزة الأمنية الفلسطينية. نتج عنه إنشاء غرفة العملية المشتركة الأمريكية الفلسطينية الإسرائيلية، واللي لا تؤمن يعني اليوم، يعني في ناس بترى الفجوة كبيرة جدا، لأن الفجوة بدأت بعد عام 2007. إحنا قبل عام 2007 كان لا يجرؤ جندي إسرائيلي يدخل الأراضي الفلسطينية إلا كان يحدث معه اشتباك. اليوم بيدخل الجندي الإسرائيلي ينسف بيتا في وسط رام الله، ويخرج بدباباته ويتصور في نص المرة، ولا تفعل شيء، لأنه هذا الاتفاق، هذه العقيدة اللي غيرت. أنا لا ألوم الجنود، لكن هذه عقيدة تغيرت من عام 2007 اليوم نتحدث بعد 12 عاما، ألقت بثمارها ونتائجها أنه حجم التنسيق الأمني على أعلى مستوى في نفس الوقت اللي كان فيه الانقلاب العسكري. حضرتك بتبرهن بالزبط. أنه كل الأمور دي يعني نتجت. نتجت يعني الانقسام الفلسطيني هو اللي دبحنا، اللي دبح كل الحالة الفلسطينية. الانقلاب حماس عام 2007 نتج عنه أن تكون القيادة الفلسطينية أقل قوة وتوافق على ما طرح في أنابوليس، وأن تتحول القوة الفلسطينية لقوة مكافحة إرهاب. في إحنا هنقاوم حماس اللي استغلت طيبتنا في غزة، وإحنا كنا بنعطيها سلاح لنقاوم الاحتلال، طلع هذا السلاح بيتكدس للانقضاض على السلطة، وهذا ما نتج عنه انقلاب عام 2007. يعني أنا أحمل في سياقات هذا الأمر اللي أوصل حال الفلسطينية المتردية حماس، ومن كان خلف حماس هي قطر، اللي كانت هي مطلوب منها أن تكون جزءا من مأساة الشعب الفلسطيني اللي بنشوف اليوم على هذا الحال، على مسلسل صح. متواصل. اليوم قطر بتأخذ 15 مليون تدخلها عبر وزارة الداخلية الدفاع، أو نسميها نحن وزارة الحرب الإسرائيلية، وتحول هذه الأموال لحماس بعد الفحص إلى تدخل إلى غزة عبر السفير، أو بسمي أنا المندوب السامي القطري العمادي. هذا نتاج متسلسل طويل جدا إلى نأتي إلى هذه الحالة. طيب هل السلطة اليوم أخي الكريم بعد أن أوقفت 50 مليون
تستطيع ان او 60 مليون دولار تستطيع السلطه ان توقف التنسيق الامني؟ حتى هذه اللحظه نعتقد لو هي ماساه. اتمنى ان يكون هناك موقف من السلطه واضح، احنا رفضنا فلوسكم، احنا لن نلتزم الان، ما في لا اتك ولا غيره يلزمنا في اي محاكمكم، نحن سنقاضيكم في محكمه العدل وفي جنائيه الدوليه قدر المستطاع، وايضا سنذهب بقدر المستطاع بوقف كل اشكال التنسيق الامني. ويا سيدي احنا بدناش ندخل الانتفاضه مسلح، احنا بدنا نستمر بمقاومه شعبيه ولكن دون ان يكون هناك تنسيق امني. انا اقول لك سنوجع الاحتلال بالتجربه، الاحتلال لهذا العالم لم يتحرك الا عندما يتالم الاسرائيليين. صحيح صحيح. طيب أنا معي مداخلة تانية تسمح لي دكتور. تفضل. بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية عبر الهاتف من رام الله. دكتور مصطفى تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بكم. أهلا بك دكتور. الحديث يدور حول القانون الأمريكي الجديد، قانون آتيكا الذي يسمح للإدارة الأمريكية يعني بخضوع الدول أو الأشخاص أو المؤسسات التي تتلقى دعم وفقا للقوانين الأمريكية. يعني في تقديرك هذا القانون والطلب الفلسطيني بوقف المساعدات الأمريكية إلى أجهزة الأمن الفلسطينية؟ يعني أنا أتفق مع ما قيل قبل قليل أنه إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، ولن ترتدع إلا إذا رأت قوة فلسطينية موحدة في مواجهتها. وأنا برأيي كل موضوع المساعدات الأمريكية من أصله كان مشوشا ومشوها، وطبعا لا تستطيع السلطة أن تقبل أي مساعدات للجانب الأمني، لأنه أولا الولايات المتحدة قطعت حوالي 800 مليون دولار عن كل الجوانب الإنسانية وعن وكالة الغوث الدولية، فيعني كيف بده يبدو منظر السلطة الفلسطينية إذا بس بتأخذ مساعدات للجانب الأمني بينما هناك قطع عن مساعدات عن الزراعة والصحة والتعليم وإلى آخره. النقطة الأهم أن القانون الأمريكي يعطي صلاحية لأي مواطن في الولايات المتحدة، وطبعا هناك مليون إسرائيلي معهم جنسيات أمريكية، يعني يعطي صلاحية للإسرائيليين أن يحاكموا السلطة وكل من يتلقى ولو دولار واحد من الحكومة الأمريكية على ما يدعو أنه إرهاب. وهي ستكون وسيلة لسحب السلطة الفلسطينية نحو الإفلاس الكامل. فلذلك أنا برأيي يجب أن ترفض هذه المساعدات جملة وتفصيلة، ويجب أيضا مش بس أن ترفض المساعدات الأمنية، أن يتم وقف التنسيق الأمني بالكامل مع إسرائيل، لأنه في واقع الأمر إسرائيل هي المستفيد الأكبر. ولكن الحقيقة دكتور مصطفى يمكن السؤال كنا بنتكلم من شوية أنا ودكتور أيمن عن أن يعني قرار وقف التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي يعني قرار اتخذ من كثير من الهيئات الفلسطينية ومع ذلك غير خاضع للتنفيذ، لأنه الكلام اللي بيتقال أنه بيخدم بعض الأشخاص الفلسطينية تحديدا. يعني في تقديرك أنت يعني ما هي الآلية الجديدة في هذا الإطار، ولماذا لا تقبل السلطة الفلسطينية على اتخاذ قرار حاسم بوقف التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي؟ أنت محق أنه صدر هذا القرار عن المجلس المركزي الفلسطيني، ولكن للأسف لم ينفذ. برأيي أنا في ظل الوضع الذي نعيشه والأزمة القائمة في النظام السياسي الفلسطيني، أحسن طريقة لمواجهة إسرائيل والضغوط الأمريكية وخاصة ما يتعلق بصفقة القرن الخطيرة هي توحيد الصف الفلسطيني، وأن يتوحد الجميع. عندها سيصبح أسهل تنفيذ أي قرار، لأنه سيكون الفلسطينيون معا صفا موحدا في مواجهة الجانب الإسرائيلي. وترسل رسالة للعالم أنه بلاش نفاق وحديث عن عملية سلام كاذبة غير موجودة. ولكن دكتور مصطفى ما هي كمان دكتور مصطفى فكرة توحيد الصف الفلسطيني، بنرجع تاني نتكلم عن دور القيادات الفلسطينية، يعني دور القيادات الفلسطينية في هذا الإطار، ما هو المطلوب من السلطة، ما هو المطلوب من حماس فيما يتعلق بتوحيد الصف الفلسطيني، لأنه الكلام قتل بحثا. يعني بسيط جدا، تنحية الجانب الفئوي والحزبي والفصائلي والشخصي وتغليب المصلحة الوطنية. أنا بعرف أنه مصالح لا يمكن نفيها الشخصية وحتى الحزبية، ولكن تغليب المصلحة الوطنية عليها، تشكيل حكومة وحدة وطنية وتجراء انتخابات شاملة للفلسطينيين يشارك فيها كل الشعب الفلسطيني بدون استثناء، ومواجهة العالم بقيادة وطنية موحدة، لا مخرج سوى هذا المخرج. وأنا برأيي أنه نحن مستضعفين الآن لأن إسرائيل تستغل الانقسام القائم وتروج له في كل مكان. شكرا جدا الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا. دكتور رأي حضرتك؟ دكتور مصطفى أنا بكل له كل احترام، هو لم يختلف كثيرا عن ما نقوله، ولكن أنا أعتقد أنه
السلطة تستطيع أن تفعلها، تستطيع أن توقف التنسيق الأمني ولا تنتظر تحقيق مصالحة فلسطينية. أخي العزيز، نحن الشعب الفلسطيني نحب الرمزية، نحن مجتمع نحب سلطة الأب، نحتاج إلى أب للشعب الفلسطيني كما كان أبو عمار يعملها. أبو عمار كان عندما يعني يكون خلاف بينه وبين أي تنظيم أو أي شخص هو كان يذهب ليلملم ذلك. عندما كانت خلاف بينه وبين حماس كانت تفرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين، وهو يذهب إلى الشيخ أحمد ياسين في المنزل ويقول له أنا فرضت الإقامة الجبرية للحفاظ على القانون. هذا هو اللي بنحتاجه إحنا. لذلك أنا قلت لك نحتاج أن يكون لدينا أكثر من صياغ. رئيس السلطة بمنزل لم يكن للأسف شديد لم يستطع أن يكون أب، والفرصة لازالت أمامه، يعني الفرصة لم تقفل أنه يكون أبا للشعب الفلسطيني، يضم جراح الجميع، لا يعاقب غزة ويكافئ الضفة، يذهب للجميع ليحتضن الجميع وليبدأ قلت من غزة المجروحة، وأن يتجاوز كل ذلك ويستطيع أن يفعلها، أن يتجاوز كل الخلافات وأن يسامح من أساء له. ولكن رد الفعل في تقديرك الأهم من الفعل هو رد الفعل، في تقديرك هذا الأمر سوف يكون مقدر من جانب حماس؟ سيحرج الجميع، أنا أقول لك سيحرج الجميع، أنا فلسطيني وأدرك ذلك جيدا. طبعا. سيحرج الجميع، من كان يعني يرهب أبو مازن أنه ذهابك لغزة قد تنفذ ضد عملية اغتيال، فليذهب ولا تجرؤ حماس على اغتيال. نقول لك الشعب الفلسطيني سيخرج لحمايته، ولن تسجل حماس في تاريخها أنها اختلت رئيس الشعب الفلسطيني. وأنا أقول لك هذا الأمر سيتم تجاوزه، لكن احنا في عنا أزمة فتح، في عنا اللي هي أساس الترتيب البيت، رتب بيت فتح ورتب بيت سلطة تستطيع أن تجاوز له. لكن أنا مصر أخي الكريم أن التنسيق الأمني استطيع وقفه، أوقفت الأموال، نوقف التنسيق الأمني، ونقول لك المعادلة ستتغير. الآن ما يزعج يعني منذ اليومين الماضيين هناك حراك، تعرف مين اليوم وزير الحرب الإسرائيلي؟ نتنياهو هو رئيس الحكومة، هو وزير الحرب في الناس. صحيح. وهناك سفير الولايات المتحدة فريدمان في تل أبيب أو القدس اليوم للأسف، وفي رئيس الاستخبارات الأمريكية. حجم الاتصال خلال يومين الماضيات وصل إلى درجة قد تصل إلى عشرات المكالمات في اليوم. كيف نجد حلا للستين مليون اللي أوقفناه؟ نحن لا نريد أن نذهب إلى وقف التنسيق الأمني، بالتالي هم المستفيدين أكثر طالما هذا الأمر بنزعجهم. اليوم بفكروا هم أنه قد تكون هذه الأموال من ضمن ميزانية جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA، وأن تمنح توجه هذه الأمر كمساعدة بشكل غير مباشر. هذا من ضمن الأمور، لأنه غرفة العمليات لازالت قائمة، التدريب لازالت قائمة. هل هذا الأمر حل نقبل به؟ أنا أقول لك يجب أن نرفضه أيضا. تمام. نحن 60 مليون لمزيد من الضغط. بالضبط. مزيد الضغط، وأن يعلن وقف التنسيق الأمني. وأنا أعتقد أنه أفضل روشتة لحالتنا الفلسطينية هو ترتيب بيتنا الفلسطيني، وأنا اقترحت أن يذهب الرئيس أبو مازن لتضميد جراح كل الشعب الفلسطيني مباشرة في غزة. وأنا أعتقد أنه لمواجهة صفقة القرن يجب أن يكون أبو مازن يتسلح بشعبه وبكل أطياف شعبه. نورت لي يا دكتور في هذا الحوار، بشكرك جدا. شكرك الدكتور أيمن الرقبة، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي بحركة فتح، شكرا جزيلا. شكرك جدا. وأنتم مشاهدين الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار قادم، شكرا لكم وإلى اللقاء.